ilham kanalımızı. خلف الدواعش قوات سوريا الديمقراطية متواجدين قوات سوريا على شكل راسهم تقريبا هذا صوت طائرات هذا صوت طائرات تحالف الامريكي تحالف الامريكي ما بتخشون يعني كفصائل التابعين للحشد انه تستهدفوا انتم بمواقع متقدمة جدا يصير ضربات هل عندك فكرة مين او شو هي الجنسيات الموجودة بشكل اساسي متبقية بجميع الجنسيات موجودة الاجانب الاجانب العربية يعني موجودين في جزء كبير من العائلات العراقية سلم نفسه الفترة صحيح موجودين من العراقيين ما تعائلات وياهم وموجودين فرنسيين شيشانيين كل الجنسيات موجودة وياهم تحديد وقت المكان تحت يا رب هذا